دلوقتي بقى طاجن التورلي دوت معانا النهارده بحبه خضار كده موجودين معايا. عندي بطاطس، عندي كوسه، عندي جزر، بصل، ثوم، كنور، وعصير طماطم، وسمنه وزيت. هستعمل الاثنين. هنعملها بطريقه كده لطيفه ان شاء الله تعجبكم، يعني يدي طعم. يعني التورلي اللي احنا بنعمله ممكن عادي يبقى خفيف جدا، لا ده هيبقى فيش شفت لواحظ؟ لواحظ قاعده جنب المنتج بتحرسه. بقى لها مده لواحظ مختفيه، شافها كانت فين؟ كانت مخطوفه. بس الحمد لله لقيتها. مش عارفه كان بقى لها مده كده مش لاقياها. حد كان عايز يعطلنا. عشان هي اللي خطفتها. ماشي. بصوا كده انا حطيت ايه؟ سمنه وزيت. ماشي. شويه سمنه وشويه زيت. يعني السمنه كده نص معلقه والزيت معلقتين. هاجي بقى اسخن الطاسه قوي، وبعد كده هاخد احمر الحاجات دي. هحمر تقليبه على النار، وايه التحميره دي هتديك على فكره طعم حلو جدا. انا بس اول حاجه اخدها كوسه كده، بس انا عايزه تسخن قوي عشان ايه؟ تشويح على النار. سبايدر يا كابتن، سبايدر. لو انت عامل لي لعيب باليه كده تصرف. وهات نحمر الكوسه شويه، نحمر البطاطس شويه، ونفس الجزر برضو، والبصل في الاخر. البصل في الاخر عشان هيلون لي بقى الايه؟ لو انا حمرته في الاول هتلاقيه ساب اثر وبدا يلون لي الطاسه تبقى بني، وكل اللي يطلع لونه بني بقى. فهنا لا، اخد الخضار الاول. شكرا. تشويحه بسيطه كده. عندي هنا عصير الطماطم، احط عليها كنور. ممكن اغليها وممكن لا، على فكره ممكن اغلي الطماطم ده وممكن احطه ني في ني. انا كده كده مش هسبكه. اوكي ماشي. احط عليها مكعب او اتنين مرقه خضار كنور. انا كده كده عصير الطماطم ده تقيل، انا مش هسبكه. حتى لو حطيتيه على النار عشان انت مستعجله مثلا عليه، ما ايه ما تخليهوش يتسبك، يغلي بس عادي كده. انا معايا وقتي ومش مش هغليه على النار، مش مهم. على طول من الخلاط حطي حتى مكعب المرق معاه في الخلاط، وبعدين صبيه على الخضار. تمام. او كده خد له ايه تشويحه كده مع السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. التغليفه اللي بعملها للخضار دي بتديكي طعم رهيب للطاجن، طعم تاني خالص غير الني في ني. يعني الني في ني ممكن ايه؟ هو حلو جدا وخفيف وكل حاجه، حلو قوي يعني، بس مش كله بيحبه. يعني كل يقول لك لا لا، يعني حاسس ان هو ايه بتاع عيانين كده. فده لا، ده ان شاء الله يعني يعجبكم. وهي هي حتى انا لما اجي احط ساعات على النار كده بحط معاه معلقه زيت او معلقه سمنه، فبقى ايه؟ هي يعتبر مش هكتر، يعني مش هحط كميه اكتر ولا حاجه، غير لو كانت حاجه بسيطه جدا اللي هيزيد مني، بس اكتر كتير. والبطاطس برضو مش هحمرها تحمير جامد، هي نص يعني لفه كده بس في الايه؟ في السمنه والزيت دول. ما تلطش عليا لو سمحت. استنى عليها ثواني. وعندي التوم هنا ده، انا ممكن اقطعه بس ايه يعني كام شريحه، انا سايباه مش مفروم. ده لو بتحبوش التوم طعمه في الاكل افرميه خالص، دقيه. لو لا حلو طعم التوم، وانا بحبه اصلا، ده طعمه حلو مش وحش خالص، بسيبه على اتنين بس كده واسيبه يظهر في الاكل عادي. ما بتحبش انه يظهر في الاكل خلاص افرميه. ما سايباه كده كانه ايه ضمن الخضار الموجود يعني.
عشان مش عايزاها تتهري، يعني مش عايزاها تخش على درجة السلق ان هي كأنها مسلوقة كده او ايه تبدأ تتكسر منك. لا، الجزر ما بحطش كتير عشان ما بيسكر قوي الاكل، فبتبقى دايما الجزر في اي اكله نسبته معقوله مش كبيره قوي. لفه صغيره كده على النار برضو زي ما اكون بديها تغليفه. ايه الماده الدهنيه اللي انا حطاها دي؟ تغليفه كده. تكات بسيطة قوي بتخلي الأكلة حاجة تانية. استنى عليها ثواني. نسخنه، يعتبر بسخنه. بس كده بخليه يلون. عصير الطماطم اللي عليه مكعب كنور الخضار، ده عصير طماطم من الخلاط عادي خالص. بس هدخله بقى ايه الفرن يستوي. لو عايز ميه، لو لقيتي مثلا ايه ان انت عامله كميه الطماطم، انا حاسه انه عايز ميه برضو، كميه الطماطم يعني مش خفيفه كفايه او مش كفايه للطاجن، بنزوده شويه ميه عادي جدا، بحيث انت تشوفي الميه كده موجوده في الطاجن. هيبصوا كده تمام.